رغم ان في ناس بتحاول وهتفضل تحاول ان هي تنسي جمهور النادي الاهلي هذه البطوله الهامه، وهي محاولاتهم هتفضل فاشله، يعني المحاولات بتاعتهم هتفضل فاشله، فمهما يحاولوا مش هيقدروا. وانا هدي لحضراتكم مثال بسيط جدا. انت مثلا عارف ان في ماركات كتير قوي، ماركات تيشرتات، اي منتج يعني، ملابس، اي حاجه، بيبقى في حاجه اصلي وبيبقى في ايه حاجه تقليد او مضروبه، واخد بالك؟ فالاصلي ايه؟ الاصلي القضيه بتاعت قفشه، القضيه ممكن اللي مخليه الاستاذ بندق، وانا ببقى سعيد جدا اقسم بالله يا جماعه، ببقى سعيد جدا كل ما الاقي بندق طالع بيتكلم على القضيه ممكن، وان القضيه دي خلته عمل ايه؟ خلته ان هو يشجع العاب اخرى. طبيعي كل واحد بيشجع نادي فبيشجعه في كل الالعاب، لكن خلته خرج بره تخصصه كده، جه من كره القدم وراح يشجع بقى ايه؟ بينج بونج، سله، مش عارف ايه ايه ايه، وفي كل حاجه يقعد يقول لك القضيه ممكن، سواء بقى في لعبه السباحه ممكن يقول لك قضيه ممكن مع ان هي دي ما فيهاش قضيات خالص، لعبه تنس ارضي مثلا لو بيلعب طاوله هيقول لك القضيه ممكن. فده بالنسبه لي مؤشر ايجابي قوي، بسعد جدا وبفرح قوي قوي لما بشوفه كل شويه يقول لك القضيه ممكن على اي حاجه بقى، في الدوري، في كاس، اي حاجه. فده ان دل يدل على ايه؟ او ده مؤشر عن ايه؟ عن مدى قيمه واهميه هذا الهدف. مهما هتعمل يا بندق، والله العظيم مهما هتعمل، الناس كلها بما فيهم انت والزملكاويه المحترمين اللي احنا بنقدرهم جدا جدا، مش هينسوا الالم اللي عانوه بسبب هذا الهدف. بص، مهما تعمل ما تحاولش، ولو هتحاول احنا بنبقى مبسوطين جدا، لان انت مش بتفكرنا احنا كده كده مش هننسى الجون ده، ومش بنقف عند الجون ده بالمناسبه، احنا بعد الجون ده خدنا البطوله تاني، ما بنركنش، ما بنريحش، ما بنتعشاش بطولات خالص يعني خالص. فأنا ببقى سعيد وبتمنى ان هو كل حلقه او كل بقى مناسبه بالنسبه له يقول الكلام بتاع القاضيه ممكن، ويحاول يشبهها، وكان اي تشبيه للقاضيه ممكن هيكون تقليد، لكن القاضيه ممكن الاصليه هي هدف قفشه في نهائي القرن في الدقيقه 85 45 ثانيه ما بين الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات. فبالتالي ده امر مهم بالنسبه لي، علشان كده انا يعني شيء بالشيء يذكر يعني. فبالمناسبه يعني اتمنى ان يبقى الاحتفال شامل الكم الكبير جدا من البطولات اللي حققها النادي الاهلي. حاجه واحده اللي فقدناها على مستوى كره القدم هي بطوله الدوري لاسباب كثيره جدا، و البعض اجتهد وقدر ان هو ياخد البطوله، مفيش مشكله يعني، وهي دي الرياضه وهي دي كره القدم. لكن دايما بتحاسب بايه؟ بالمجمل، الاجمالي بالنسبه لك، قدرت تحقق ايه؟ قدرت تاثر ازاي بشكل ايجابي في حصدك للالقاب وبشكل سلبي لمنافسيك؟ فده امر مهم جدا. اللي هيعمل بقى فوتوشوب، اصل القاضيه ممكن ومش عارف تركب صوره ايه، واللي تروح تشجع لعبه مش عارف ايه عشان تقول القاضي، سيبك من الكلام ده. ده متاثر، هو متاثر، فخليه يعني. فان شاء الله نشوف احتفاليه لائقه، وان شاء الله باذن الله نفضل نحتفل ونحتفل ونحتفل، لان احنا عندنا فريق كبير جدا جدا. وانا بالمناسبه النهارده على مدار الحلقه هحاول بقدر المستطاع اجيب لكم قد ايه النادي الاهلي اشتغل على تكوين قائمه متكامله، وقد ايه قدر النادي الاهلي ان هو يسد الثغرات اللي كانت ناقصه في فرقته. اماكن كان لسه محتاجه لعيب كمان، مش عارف ايه كل الكلام ده، الاهلي قدر ان هو ينجح في سد هذه الثغرات عشان يبقى عندك قائمه كبيره متكامله ومميزه جدا بالنسبه للاهلي خلال الفتره اللي جايه.